نقول لوالديا راهم حابين يجوا يزورونا ويزوروا الدزاير؟ ها، واش خممت؟ يا نانسي واش تقولي لهم؟ راكي شتي الحاله اللي رانا فيها، وزاد خالي سكن معنا هذاك هو. علاش ندوهم الكاش اوتيل؟ هذا مكان. وخممتي كي نديهم الكاش نازل؟ خممتي شكون يديهم وشكون يجيبهم؟ حتى النسيه راه ما كانش. علاش؟ هذه هي الخطره الثانيه اللي عيطونا باش يزورونا ويزوروا الدزاير، وانت دايما تسب لي في سبايب. ماشي سبايب، انا نقولو كنزيدو نصبروا شويه، نتولوا روحنا مليح ذاك الوقت عرضيهم يقعدوا معاك قد ما حبيتي. اي صحه كيما حبيت. شنو راكي ديري؟ ها جيتي، خلينا نغسل في الحوايج. نحي الرفه تاعك نغسلها لك. واو راني مليحه كيما راني. ما تطلعيش الفوق، لكن نكمل الحوايج ونطلع. اما راني الفوق. اروح عجوز، انا جبت لك جوج حوايج تغسليهم لي. يا خليني ترانكيل، انا حوايجي راني حايره فيهم. جوج حويجات يا عاد ما نغسلش. وعلاش ما تغسلك؟ يستحقني اي وكيما ما راني نقول لك ما نغسلش. استني ما نغسلش. غسلي ماتير بغي غير انا. هيا مش عليك. هيا مش عليك. اسمعي خلي ما خير لك. هيا امشي انت، امشي امشي. اروح لهنا اروح. يوم نهارك يوم نهارك على بالك. ارفد الزمه تاعك وروح عليا. اخرج هاول. نودي نودي ما تخافيش. أروح. وانتي واش دخلك فينا؟ حبيت برك نسقسيكم، كان تحكي لي قصة حياتك. واش من قصة؟ القصة اللي خلاتك في هذه الحالة اللي راكي فيها. الحالة اللي راني فيها؟ وانتي علاش راكي حابة تعرفي الحالة اللي راني فيها؟ خاطرش انا صحفية وراني ندير تحقيق على البؤساء اللي كيما انت. صحفية؟ إلا راكي حابة تعرفي الحالة لازم تخلصي دراهم كبار. هاكي نزيد لك هادو، المرة الجاية نعطيك أكثر. واسمني صافية. وإلا راكي حابة تعرفي الحالة ديالي خلي ودنيك وسمعيني مليح مليح. متعيشة مع واحد الراجل وحش كل يوم يضربني يسبني يعايرني. واحد النهار وجاي يضربني ونخطف له الحق خنجر ومقتل. ومن بعد؟ ومن بعد درت فيها 10 سنين حبس. ولو كنت تحكي لي حكايتك بالتفصيل. زيدي انا عطيتك هادو. هادو هادو ما يجوش حتى في عشايا، واليوم الدنيا راهي غالية. وبهادو يكفوك؟ هكذا نتفاهمو. غدوة روحي ليا الفوق ونحكي لك كلش بالتفاصيل كيما تقولو نتوما. غدوة. هذا انت وراك يا زادنا، شكون وراك الدار؟ شتي كيف هانتي؟ لو كانت تدخلي في كنش الحوتة جايباتك جايباتك، هاكي تسمعي فيا. قلقش روحك جايتك العشية. كنتي جايتني كيما ديك النهار قعدت 4 سوايع وانا قاعدة في الشمس على خاطر هذاك الملف رايحة نديه للشرطة. لا 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 دوك نجيب لك دراهماتك. صح وما كلاش. شوفي في عاود نعطيك مليون. ايه نعطيك زوج زوج وبالك نزيد نشوف كمرتك هنا عندي. ما تزيديش تشوفيني. جيبي جيبي السناي. السناي السناي جيبي نشوف. ما تحسبي ولا لا لا ما تحسبيش ما تحسبيش. والله الشابة دزاير عجبتك نظرة؟ نظرة شابة بصح الحاجة اللي ماشي شابة كي تخليني نستناك هنايا ساعة. لا غالب شدوني واش تحبي ندير؟ انت دايما كيف كيف، يا شدوك يا عطلوك. أيام قاعدة
بالك صباح كي رحت والدي زادوا كلموني، واش نقول لهم؟ واش تحبي تقولي لهم؟ تصبح برك كنا نتكلموا في هذا الموضوع، دوك نقعد نعاود. ملا اذا فهمت والديا ما راحيش يجوا كامل، خالك هذا راح يقعد معنا طول حياته. ملا نقول لك انا نروح، صحة فطورك، نهارك سعيد. نانسي 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 وراك رايحة نانسي. انا بخي عيط لا ني على المراه. جيب لي حاجه بارده جي. صباح الخير رشيد. صباح الخير. شفت حاكم؟ شوفي كان مع سيد علي. سيد علي وراح حاكم؟ عنده 10 دقائق ملي راح مع ساميه. وين راح؟ ما على باليش. واش هذا يخدم عند ساميه ولا يخدم في الجريده؟ فتنيش هذا، سقسي هما. صح. سبحان الله. الطفلة اللي تجي تسقسي لي على حاكم، ما كانش فيهم وحدة تغلط وتسقسي على سيد علي. كل واحد وسعدو. ما بقات حتى مفاهمة. كيما تقولوا نتوما كلشي بالمكتوب. زيدي صبري شوية يا بنتي، تروحي بلا ما تحلمي. ما نعرفش نقول لك يجيو. انزي يا اللي جيت. وعلاش واش كاين؟ غير الخير. لانسي راهي تخمل في حوايجها وهي رايحة. رايحة؟ ايه. لانسي واش بيك هبلتي؟ واش راكي ديري؟ علاش؟ راك تشوف فيا نقطع في حوايجي؟ راني نرزم فيهم برك. يا نانسي. نانسي قصدي علاش تروحي؟ نروح بلاد أخرى وين نقدر نعيش. وعلاش هناكش ما خصك؟ راكي عايشة كي السلطان. بين ربع حيوط لا تيليفزيون وينك. واش تحبي ندير لك؟ كاين ناس كامل. ايه الناس اللي في الحبس، وانا ما درت والو باش تعيشني في الحبس. يا نانسي نانسي شوف ما تقول لي والو، انا خديت موقف، انا نروح وانت اذا تحبني كيما موالف تقول تجي معايا. سمحي لي يا نانسي، بصح الكلام اللي راكي تقولي فيه غير معقول. احنا في عادتنا المراه هي اللي تبع الراجل ماشي العكس. في هذه عندك الحق، بصح ماشي في بلاد كيما هذه ما كاين والو، لا مسرح لا سينما لا نوادي حتى حاجه، وتقول لي كلام غير معقول. لا بالي بلي الجزائر ماشي كيما اوروبا. في هذه عندك الحق. وزيد نقول لك انا ماشي ذنبي اذا ما كانش مسرح وما كانش مهرجانات وما كانش حفلات وما كانش وما كانش. شوفي يا نانسي انا قلت فهموا خير، نعهدك اذا قعدتي كل عام نخرجك نديك وين تحبي، غير تكون عندي عطله نديك الخارج. باش نشم شويه هواء ولا نشوف مسرحيه لازم نروح للخارج. شوف نقول لك اسمح لي، بصح انا نروح انت اذا تحب تجي معايا اتفضل، واذا ما حبيتش حد ما قال حد. خلاص كملتي، ما عندك ما تزيدي تقولي. واش صرا؟ يا يما يا درا واش قالت له ديك المصيبه؟ يا درا يا درا يا ربي. تحبي تعرفي واش قلت له؟ اني رايحه ونخلي لك وليدك ينسى سول راسه. صباح الخير رشيد. صباح الخير. قولي هذوك اليامات اللي خدمناهم خلصونا فيهم؟ ما على باليش، شوف مع حكيم. صباح الخير حكيم. صباح الخير، الجمعة هذه خلصونا إن شاء الله. واش كاش خبر في الجريدة؟ ديما كيف كيف. إحق قبل ما ننسى، راني شفتك في قاعة الشاي مع المدام تاعك، يظهر لي راكم متفاهمين بزاف، والله العظيم راكم تفرحوا. رد بالك يا سيدي علي، المظاهر خداعة. وعلاش راني غلط؟ لا لا حقيقة ما راكش غلط، إحنا متفاهمين بس عندنا مشاكل. واش هما المشاكل اللي عندك؟ أنت تخدم والزوجة تاعك تخدم وعايشين في سرايا وتقول لي عندكم مشاكل، اما لا لا هكذا اعطيني شويه من هذه المشاكل اللي عندك. حكيم نصبح ونستنى فيك. اسمحي لي سميه راني جاي. تفضل سيدي علي هكذا. واش راكم ديروا هنا انتم؟ واش راكم ديروا هنا؟ هضر هضر معاه. عندك ملايرتيه؟ عندك براكات تخلع في روحك؟ هيا
هيا خلينا منها. هيا انا رايح نسكت عليك. خلينا منها. هيا بدي تشوف له. ها خي هب استنى تقفلين. اري 10000 50000 اختي يا شنو ما عنديش. صفية اجت حبيبتك. اطلقها اطلقها راني نقول لك. هانك ها اشبعيها. واحد الهم ارواحي اطلعي. صباح يا سيدة. سيدة بديتيني جبتي معك. واش قلت لك ولا حبيتي نحكي لك حكايتي لله في سبيل الله؟ لا لا اني جبت لك هكي. أربعين ألف برك زيدي لي 20000 ولا ما تكليش عليا. نزيد لك 20000 بصح لازمك تحكي لي حكايتك بالتفصيل. ولا عجبتني القصه ديالك راني نزيد لك اكثر من هذا الشيء. بالتفصيل هي قاعدي. الا حبيتي نجيب لك كرسي تاع القذيفه. لا 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 راح نقعد. وين خلينا الحكايه البارح؟ خليناها كده وكل الحبس وحكموا عليك 10 سنين. الحبس الخطر الاولى داروني وحدي على بالك الحارسات ما يرحموش. صفية وراي فاطمة الزهرة. صفية اكيد سمع شاني يقول لك. ها هذا انت فاطمة الزهرة راهي هنا ولا شك تحوس عليها مك ولا اختك. انت واش دخلك ما تحوسيش تفهمي. هيا هيا غير ريح رجليك. يلا شوفي انتي كاش نرجيك حاجه مش مليحه. راني نقول لك بدا تعصب. يلا امشي روح. انا يقعد حضرت معك امشي. يلا هيا يا اخي يا اخي هادي فاطمه الزهرة راه محوس عليها. هو علاش انتي ثاني هاك تحوس على فاطمه الزهرة؟ شكون هادي؟ الا حبيتي تعرفيها دخلي يدك في شكارتك وطلعيهم ونقول لك شكون فاطمه الزهرة. حاجة واحدة أخرى تاع الهيها تاع كراجلك. إيه تاع أوروبا. إيه ما تكمليناش الحكاية. إيه وين كنا؟ كنا في حكاية فاطمة الزهرة. شكون هذه؟ ايه فاطمة الزهرة كما تقولوا انتوما كانت زميلتي في الحبس 10 سنين. 10 سنين وانتوما في بيت وحدة؟ كنا كتف للكتف. وتنجمي تقولي مش واحد يذبحنا. ايه زينة. قتلت مرا وراج. وش حل حكمولك؟ خمسة وعشرين سنة. ووقتش يشرعوك؟ شارعوني عندها 15 سنة من اللي شارعوني. أما اللي قعدوا لك 10 سنين كيمانا. كل اللي حمولي شحال عندك دراري؟ يرحم والديك يا مخلوقة. عفيني عفيني وما تزيديش تهضري لي هذه الهضرة. خلاص خطيني
ومن بعد وش صار لكم؟ ايه حكاية حبيبتي من نوع رافيع كما تقولوا انتوما. ديك المرأة مسكينة مظلومة من أولها لآخرها، ما عندها سعدها مسود. وين نقدم نصيب هذه فاطمة الزهرة؟ أرواح يغدو إن شاء الله ونقدمها لك، بصح تجيبي معك شي مصروف. نجي لك هنا؟ لا لا، أرواحي ليا الفوق وين الفوارة. إيه عندها سكنة تاع الصيف وسكنة تاع الشتاء. اسمعي بركة ما تمهبلي عليا، بركة ولات سكنة. ما قلت والو. هيا روحي وما تنساش تزيدي جيبي معك دراهم. ها غدوة مالا؟ غدوة إن شاء الله، بصح جيبيهم ما تنساش. على خير. بالسلامة. صباح الخير سميع. صباح الخير حكيم. واش كملتي؟ قرب شوية ما قعدتش بزاف. على حساب شوف عندنا اجتماع مع المدير. أنت ثاني عندك الحساسة. روح احط قعدوك نجي. قولي لي المقال تاعك على المرأة كملته؟ نقرا لك شويه منه. بصح غاولي قبل ما يجي المدير. اسمع مليح. كانت المرأة في العصور الغابرة تحتل مركز القيادة في مجتمعها، فلا حل ولا عقد إلا بموافقتها. أما في العصر الحديث، عصر الحضارة والتكنولوجيا، فقد أصبح الرجل يقدس هذه المرأة حتى أفرغها من محتواها وحولها إلى ديكور في صالونات. هذا قسم من الرجال اللي جعلها ديكور في صالونات، وكاين قسم واحد آخر اللي جعلها مصنع للولادة. هذا ما عندك تقولي المرأة؟ هذا ما كان. على كل حال ماشي أنا اللي اخترت هذا الموضوع، أنا اخترت موضوع المتشردين والبؤساء. خلي بالك يجي المدير ممكن تغيريه. هذا هو أملي. سكت وجه المدير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلوا ريحة. اسمحوا لي طولت عليكم بزاف. ندخلوا في المفيد. أولا نشكركم على المجهودات الجبارة اللي قمتوا بها، ونطلب منكم ما تفشلوش. على كل حال مجلتنا راهي خدات طريقها للشهرة، وهذا نفهموه كي نشوفوا الإقبال المتزايد تاع القراء تاع المجلة. مرة أخرى نشكركم بزاف، ونفضل ما نطولش في الحديث، نفضل نفتح باب النقاش، اللي عنده ملاحظة أو تدخل يتفضل. تفضلي. شكرا. تفضلي يا أنسة. لو سمحتي للمدير، أنا كنت قدمت لكم طلب باش نقوم بتحقيق على البؤساء المتشردين. وانتي باش مكلفة يا أنسة؟ بالمرأة، لأني مرأة، رغم أنه ما يفهم المرأة إلا الرجل، عكس ما يقولوا ما يفهم المرأة غير المرأة. ما لا مراكيش موافقة هذا المثل. أبدا. شوفي يا أنسة سامية، مع الأسف ملف البؤساء والمتشردين رانا كلفنا به زميلتك فوزية، وانتي ما عليك إلا تكملي ملف المرأة. متفاهمين؟ إيه من زهري. هاي جد فوزية. مش بها فوزية؟ وين الخير؟ ملف تاعك وين الحق؟ أنا معه. سامية أتكلي على الله. فوزية تفضل. اسمح لي، انا كذلك قدمت لك طلب وخليته فوق المكتب تاعك. انا عارف ولا شفته يتكلم مع الفنانين بصفه عامه. خير ان شاء الله. الو. نعم. نانسي. ايه وين راكي؟
واش راك ياكي بخير؟ ايه لو كان يا بنتي تنعلي الشيطان وتولي راجلك. ايه هنا حتى حاجه ما تخصك. ايه احنا في عادتنا المراه هي اللي تبع الراجل يا بنتي. ايه ما راهوش هنا راه في المجله. ايه ابقي على خير روحي بسلامه. حكيم. نعم أنا جاي. صح. ألو؟ نعم؟ آه نانسي. وش راكي؟ يا نانسي من فضلك. اسمعي لي. ما كاش اللي حوزك من الدار. شوفي إذا تسمحي قول كلمة. بهالطريقة ما ظنيتش نحلو المشكل. واش تقولي لو كان نديرو اليد في اليد؟ ماشي خير؟ هكذا بالك لربما نحلو المشكل تاعنا. شكون يما؟ علاش كاش ما قالت لك يما؟ كاش ما خسرت لك؟ اسمعي يا نانسي. كيما تحبي. راكي مصممة ما ترجعيش. صحة كيما تحبي. هيا مع السلامة. صحة فيك. صباح الخير رضيان. صباح الخير. مش عاكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. قولي لي رئيس التحرير موجود؟ لا مازال ما لحقتش. وحكيم؟ حقا ما قلت لك سامية كنت شوفي كلمة مرت من أوروبا قد مزيش نرجع دوكا براهم أو في قاعة تحرير. صحة ثانية. صباح الخير سامية. غير الخير حكيم. لا 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 بأس على الخير. قولي لي سامية خدمتك كملتيها؟ ولا غير مازال مازالني مع مرحلة التحضير. وانت واش راك داير فيها؟ تحبي نقول لك صح والله ما درت والو 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 والو. شوف حكيم اذا كاين كش حاجه نقدر نديرها ما على باليش انا كش حاجه نقدر نعاونك بها ولا غير قول لي. يا سامية المشكل يخصني وماذا بيا ما نحصلكش معايا. كيفاش تحصلني ما تحصلنيش حنا زماله والحاجه اللي تخصك تخصني وخطر عليك خطر عليا علاش؟ معليش خلي خطر اخرى ان شاء الله ونحكي لك. اسمعي اسمعي انا نهضر معاك واش راك يدير. امشي 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 ايه امشي. يجي يصور فينا هنايا. راك تقول مجله ثقافيه اسبوعيه باش راح تعمرها. ادخل. اه اي بصح وراهم تظاهرات ثقافيه ما كانش ديرها شهريه وما نعرف. اتفضلي. اه زيد خمم شويه ومن بعد اتصل معايا هكذا. هاني في المكتب بيع. صح ومن بعد ان شاء الله. اوكي صح. ايوا فوزيه غير الخير. لا لا غير الخير. العمل تاعك راهو ماشي؟ راهو ماشي الحمد لله. وقع لي واحد الحادث البارح مع واحد متشرد جيت نهضر معاه حب يضربني. ماذا بيا يعني كان نشوف لك شي واحد يعاوني. وانت شكون راكي شايفه؟ حكيم. حكيم حكيم عنده خدمه. لا لا نسحقو برك يوقف معايا مره ولا زوج هذا ما كان. دوك نشوف. حوسي لي على حكيم في قاعه التحرير وبعتيها. صح بصح هذوك المتشردين شحال واعرين كي نساك يا رجال. وانت كنتي عارفه هاد الشيء؟ لا لا كنت عارفه عرجال بصح نسا ما ظنيتهمش واعرين لهالدرجه. واحد المتشردة كل ما تحكي لي كلمة نحي لي 20 ألف
خلصت لي قاعد راهمي شهري تاحت خلاص. بصح انت يا كنتي حابة تقومي بهذا التحقيق وتحملي مسؤوليتك. نتحمل المسؤوليات. ادخل. هاو جا حكيم. اهلا الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. غير الخير. شوف مع فوزية عاونها وقف معها في التحقيق نتاعها. لا لا يوقف معايا برك. نوقف برك. وفيوق هذا عشية في الليل. ماشي في الليل إلا تقدر على الوحدة إن شاء الله. اتكلوا على الله. مالا صحة على خير. سلام. صباح الخير. صباح الخير. وهاد شرطه علاش جبتيه معاك؟ ماشي شرطه باش يخدم معايا. لا لا ما فهمناش هكاك. ها ما تخافيش قلت يخدم معايا. ما فهمناش هكاك انا نقول لك. معليش معليش انا نستناكم معنا. استناني يا تخليش وحدي. هيا امشي. سيارة نحي ما تمسيهاش. اي وخري وخري قلت لك وخري بعدي وخري. واش بيك وخري واش بيك رايحين ناكلوها يا اخي مهبولة يا اخي. ما تمسهاش. هاني جبت لك صحافة لقطك عليها. هذه صحافية. هذه صحافية. ايه واش حب حبت تهضر معاك. يا واحد الزقطية يا الى سحقي فيني راني في البراكة. هي ما تنسيش اللي فيه طبع ما ينطبع. وانتي تحوسي تهضري معايا. ايه تحكي لي حياتك. نحكي لك قصة شبابي. قصة شبابك خاصة. شوفي تحزن علي ما وما تذهبيش بالخط. زين عليا ما غنفتح لك راسك على زوج. هيا ذهبي بدلي وجهك من قدامي. امشي راسك تاعك تقول يا زوج بدري جدي ولي هنا يا واحد الكلبه. خضري فيا امشي 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 هاتك. واش كاين واش بيك ما تحشمش. هيا امشي. هيا نحكي لك قصه حياتي. مش بيك ما درتي لها؟ قلت لها والو. كيفاش رجعت هكا؟ درت لها على قصة شباب هنا تضرب فيها بالحجر. هذا مكان. هذا مكان. هيا هيا روحوا شوفوا. ما نجيش معاك. هيا التحقيق تاعك هذا. اما روحي سنيني لتحت. ضحكت لي يا وليدي سيدة. سمحي لي نقعد. ماذا على راحك يا وليدي؟ ماذا على راحك؟ مش تحب عندي كلمتني عليك زميلتي ماذا بيا نتعرف بيك؟ كلبة عليك وكان زيد تحط رجلي هنا نفتح لها الراس نتاعها على زوج وما نحبش نزيد نشوفها أنا خلاص كلبة راه. ودوك أنت يا واش راك حاب مني يعني؟ علاش تحوس؟ ماذا بيا لو كان تحكي لي شويه من قصه شبابك؟ قصه شبابي؟ حتى انت حاب نحكي لك قصه شبابك؟ اليوم ما نقدرش يا وليدي راني عيان. ارجع لي يا ولدي. ارجع لي يا ولدي ونحكي لك. معليش نخليك تريح. هيا بقى على خير. وقد دعاني ثم جاء لرؤيتي فقد كانت لديه رحلة عمل
مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم في حصة وكل شيء ممكن، الحصة اللي تدخل الرحمة في القلوب وترجع الأمل. حبيت نتكلم لكم على خالتي حورية. خالتي حورية تعرفوها كما نعرفها، سبحت من العائلة منذ بدأت حصة وكل شيء ممكن. هي مرة ولا مرتين في السنة تجي وتدير نداء باش تحوس على بنتها فاطمة الزهرة. ولكن شيء ربما اللي ما تعرفوش هو أنها منذ 30 سنة، منذ راحت عليها بنتها وهي تحوس عليها، كانت شابة صغيرة وصبحت كبيرة الآن، مشات البر كله شرق غرب جنوب، مشات حتى الجانة وتمرست في أقصى جنوب البلاد، ولكن مازال ما صابتهاش وإن شاء الله تصيبها. هذا واش نتمنوا لها. خالتي حورية راهي معانا اليوم، على سلامتك خالتي حورية. الله يسلمك يا مشاركي. الله يسلمك. والشيخ ولا بس شوية خير يسلمك. هكذا وفاطمة زهرة كاش خبر عليها؟ والو يا وليدي، رانا محروقين عليها. شوفيها، تكلمي معاها مباشرة. يا بنتي، يا بنتي الحنانة، ولا راكي تشوفي فيا؟ يا بنتي، يا بنتي ولي لينا للدار، حبينا نشوفوك، توحشناك يا بنتي العزيزة. يا بنتي ولا راكي تشوفي فيا؟ بابا راهو في حالة، راهو مريض، تعقل، ما ياكل ما يشرب، وتقابل الباب ونزيدو كل المؤمنين. وإذا كان شفتوها وإذا سمعتوا بها خبروني، يرحم والديكم. كاش الحجة هنا؟ معليش انا نسناوها هنا. ريح بصح ما تدخلوش. ها راهم ما كان حتى واحد. هو تحبهم يكونوا مهيمين مساكن على شرهم. بالعكس يا فوزية بالعكس. كالعكس ولا جيت عزيزة؟ ما تخافيش ما تخافيش، قعدي هنا ما تخافيش. الحمى تديش تحطي رجلك هنايا ورجعتي. ها شنو كديري هنايا؟ ما تخافيش. كل بابا بالعقل بالعقل برا. امشي امشي من هنا امشي. واش ليك؟ ما كاش عندك يا اخي مهبوله يا اخي. قلت لها ما فيش زين له انا يا اخي. عندي انا نقول لك اديها يا اخي مهبوله يا اخي. اديها وبدلي وجهك من قدامي. امشي يا اخي مهبوله يا اخي. علي وانت يا اخو قلت لك ما نسيش الحبه نشوفها لا تجيبها معك. ها ما تتقلقيش لا يعيشك، تفضلي هادو ليك. غير الخير. ماذا بيا نتكلموا شوية أنا وياك؟ لو كان تحكي لي قصة حياتك. قصة حياتي؟ نحكي لك حياتي يا وليدي وش راح تدير بها؟ القصة هذه رايح تخليني نحل عيون الراقدين ونهز نفوس الجامدين. وتظن اللي كاين ناس مازال عندهم قلب وروح ونفس؟ ما نظنش يا وليدي، ما نظنش. خلاص الرحمة خلاص. ما تخافيش كاين، ولهذا لازم نحكو لهم القصة تاعك بواحد الطريقة اللي تخليهم يفكروا فيك وفي مثالك. وش تكون انت يا وليد؟ ها؟ انا انا صحفي واسمي حكيم. ها زين. وعيش مع يما. تحبي نديك معايا للدار نقدمها لك؟ زيد شوفي ماذا بيا تحكي لي قصة حياتك من البداية للنهاية. يا وليدي وش تدير بحياة تاع واحد ميت؟ ها؟ واحد ميت لهو اللي جاي يديه، صار له كهذيك الفلوكة اللي حطمها البحر ورماها على الشط. هذا هو اللي يهمني، ماذا بيا نعرف كيفاش وعلاش الفلوكة هذه تحطمت. اسمع لي يا وليدي، مانيش محتاجة أي شهر، يكفيني السعد المسود اللي سود لي حياتي وشبابي وخلاني. تعرف كيفاش خلاني يا وليدي؟ خلاني كالحطبة اليابسة اللي مرمية على شط البحر.
راني نشوف بلي القصة تاعك شابة ومؤلمة في نفس الوقت. مؤلمة بالك يا وليدي؟ شابة ما نظنش، ما نظنش. قولي لي باباك ويماك عايشين؟ كانوا عندي بابا ويمك، كان في عمري 16 سنة. كنت أقرأ فيها في الوقت. كنا نخذها ديما وبابا. حياتي يا وليدي لو كان نحكيها لك حياتي مرة مرة مرة. زوزو زوزو شراك لاباس لاباس لاباس. على بالك بلي جلست لك للدار وما لقيتكش، وقالت لي يماك بلي راكي هنا في المسيل. هيا يا قلتك شحال مره ما تجيش تروحي للدار. بابا ما يحبش من نهار اللي خرجوك من المسيل. ما تخافيش سليت وحتى خرج من الدار طلعت نحوس عليك. غير الخير مراد هم مهبلني اهو، ما ياكل ما يشرب اهو كي مهبول عليك. قولي له ما نقدرش نخرج معاه، لو كان يشوفني بابا يقتلني. زوزو هو تانيك حبي يخطبك، حبي يتعرف عليك مليح مليح وحبي يطلبك من عند والديك. مال علاش ما يتقدمش؟ الله اعلم. صح ما تنسيش فوق كل هذا عنده خير كبير، عنده هنا وعنده لها. حاولك عمره طويلة. حبي تجي تهضري معه؟ لا 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 ما نهضرش معه دوكا، نروح دوك للدار. وشحال مقلقة اسمي. هذه بريا عطاها لك، قال لي اعطيها لها في يديها، وكما يقولوا ما على الرسول الا البلاغ. خلاص نروح انا دوكا. استناي واش نقول له؟ قولي له ما على باليش من بعد نشوف غدوه. ايه خلاص ان شاء الله ان شاء الله غير غدوه ولا. هذا انت واش يحوس عندك وليد خوك؟ دائما كيف كيف يخطف في فاطمه زهر. واش قتلو؟ واش نقول طفلة مازالها صغيرة، كي تكمل دراستها نشوفو. ياك ما عطيتلوش كلمة. واش نعطيلو؟ ما عطيتلو والو. اسمعي اسمعي مليح يا مرا، ما بيد راني على قيد الحياة، بنتي ما نزوجها غير مع الراجل اللي تختارو هي. هاك هنيتني حقا. نعم ورا هذاك الملف تاع البارح راه في البيت اللي منه. صح ما تنساش تجيب الخبزة. اه يما بابا خرج؟ معلوم خرج، وباباك يقدر يصبر على صحابو. انا نيحه غير هنا عند خالتك مطلع عليها. غير الخير قالوا لي عليها يا مريضه. سلمي عليها يبلغ يا بنتي. ايه حقا باباك اهضر مع وليد عمك وقالوا انا بنتي ما نمدها لكش، شوف في جهه اخرى. صح صح. طلعي في روحك يا بنتي وطلعي في الدار. تبكياش انا على بالي انت يا قفزه. ما نسلكهاش، واش حبيتني نعمل نجيبها تاع الدرع؟ لو كان هضرتي معاها مليح وفهمتيها كانت جي. اسمع المهم انا عندي اتعاد معاها غير غدوة باش نشوفها. اسمعي بديري المجهود تاعك الرحمة على والديك. خليها عليا من فضلك. زوج قهوي هاكي. تهلايا تهلايا برك كن مهني. زهرة يا حبيبتي خليني نشوفك ولو لحظة واحدة ونسمع صوتك مرة واحدة وبعدها نموت. صورتك عندي نتفرج عليها ليل ونهار وحاطها فوق قلبي وما تفارقنيش أبدا. كي هنا يخوت لك بعديني سمحي له.
بعدين الوجه ربي بعدين يا بنتي. سمحي لي بعدين حطي سنيني لتحت. خلاص انا راح. سمحي لي واصلي. فكرني وين كنت وليدي؟ ايه كنتي تقري في الرسالة من بعد جاوا طفبوا عليك. اه يعطيك الصحة. كي طبطبوا في الباب مشيت نحل الباب. شكون؟ انا ربيعة. جوزي اسمعي ما يوليش باباك ما يوليش دوكا. وش بيكي ماكن حتى واحد؟ كيش هيماك؟ ما كاشها جوزي مزية. جوزي انا مش هنطول معك. ولاش؟ لو كان يجي باباك يلقاني هنا ما تفرش. على بالك بلي تلاقيت مرة اللي فاتت معاه. نقولك وش قال لي؟ قال لي ما نسيش نسحقك دوري مع بنتي. وش درت له؟ ياخ تعرفي بابا يحبني بزاف ويخاف عليا. حتى صحباتي خيرهم لي وحده وحده. ومن هالي خرجوك من مسيد من فضلك مانيش محتاجه درس في الاخلاق. واش بابك خليته برا وانتي لقاك هنا؟ خلاص الفايده خلينا من هذا الموضوع. تعرف على مسجد غير الخير. مراد هو كين مهبول علي بركي ما تمسخري دوك. والله غير مني صح وبعتني ليك. واش قال لك؟ حب يلقاك. بصح على بالك ما نقدرش نتلاقى به. تعرفي بابا نقولك حاجه بالخوف ديالك ما كي رايحه توصل حتى نتيجه. واش خصو مراد؟ شاب وسيم عنده مال تاجر هنا في اوروبا. فوق هذا يحبك وناويك للخير. صح دبر عليا واش ندير دوكا؟ دخلنا في المفيد. غدوات اش تخرجي من المسيد؟ عزو جونس هما لا شوفي غدوة نتلاقاو على 3 مول البلدية. هاكي شافا وين؟ غير واحد ما يعرفك لتماك. لا لا يجي مراد بالسيارة ديالو نرفدوك ونروحو. نروحو للبحر. ما تقولي ليش باباك روحي تبين لي خفي. مالي هذا انت ورا يمك؟ اي عند خالتي هنا برك. شدي 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 غفل قلب. ربيعه خفي خفي روحي دوك روحي غدوة 3 خلاص روحي برك. شوفي يا يما اذا راكي تعبانه خليك تريحي. يما اول مره يا وحدي عيط لي يما. سميتك كيما حسيت ولا ما حبيتيش؟ لا 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 يا وليدي ما تغير حتى شي راني كيما يماك. نخليك راكي تعبانه. لا لا مانيش تعبانه نكملوا. صحتك سلمى. واش الحاله ماشيه في الثانويه؟ ما كاش مشكل؟ لا لا بابا كالعادة. اسمحي لي يا بنتي وقيلا درت غلطة من حقي ما ندخلش روحي في أمورك. وش من غلطة؟ راني لقيت ربيعة حبيبتك وقلت لها فاطمة زهرة ماشي من ندك وما دابيك ما تزيديش ليها. شوفي بنتي ما تندمش خير حباباتك من الثانوية. أنا نقول لك هذا الكلام في صلاحك. على بالي يا بابا حتى انا قلت لها ما زيدش تزيد صح بنتي ما تخممش. شكون هذا اللي ما زيدش تزيد للدار؟ انا وبابا نحكيو على المسيد. صح هيا فطروا فطروا قبل ما تبرد الفطره. هيا يلا بسم الله. الله يقويك مع السلامه. هيا كلوا بصحتكم. قلتي على بالي سنيت بابا حتى خرج باش جيت. مراد كان يستنى بس هنقول لك عنده شغل صغير بردو كيعاود يولي. نقول لك حاجه
ويشد لك واحد الهدية ويقول لك خليها لك مفاجأة. صح على بالك هاد الحومة ما نعرفهاش، أني خايفك شو واحد من جيراننا يشوفني هنايا. حاولك ها. نعم فاطمة الزهراء واش كاين؟ والو والو ولا الصح واش كاين؟ واحد جارنا كان جايز وجاب لي ربي شافني كي ركبت معاكم. جارك ما شاف والو؟ راني متحقة بلي شافني، لو كان يسمع بابا تقوم القيامة. واش بيك فاطمة الزهراء؟ مادام راكي معايا ما تخافي والو. ولو كان يكون شافني؟ راني نضمن لك حتى واحد ما شافك. وهذا الوقت كل واحد يتلهى بهمه. اي والله ما ديري والو في بالك هاك انا هاك خويا هاك هاك شي خويا عاونك. قول لي يا وليدي عندك يماك وباباك؟ عندي يما برك. نعرف عليها يا وليدي، قلبي تفتح لك. شوفي يا يما، أنا تاني تراني حاسب نفس الشيء. ولفتك يا وليدي، قصتي تحبس هنا، تلقى خير إن شاء الله. هذا ما فيها القصة تاعك. هذا ما فيها، هذه البداية يا وليدي. إذا تحب تسمع الباقي أرجع غدوة إن شاء الله. شوفي واش تقولي لو كان ديك معايا الدار تفرح بك يما، وهكذا تريح معنا يامات ويتبدل عليك الحال. كتر خيرك يا وليدي، كتر خيرك، تعلم لي حوار يومين برك يومين. لا لا وليدي كتر خير، وقلت لك روح يا وليدي روح، وغدوة كي ترجعك تلقاني لتحت، تلقاني شلة هنايا إن شاء الله. متهلا في روحك. ما تخافش يا وليدي روح. فعلى خير. سلامة وليدي. ما قال لك ما قيل جرحك بكلمة ها؟ واش حكيم تخمم؟ تحبي نقول لك والله العظيم غير راني نخمم على هذيك العجوزة. دخلت في قلبي مانيش عارف كيفاش، مي دخلت في قلبي. شفت قلبك كي تقرب لهم وتعرفهم تغير رايك. ايه انا ما كنتش حاسبهم انسانيين، غلطت. المهم انك تعرف وما تجيش تتسرع في حكمك. هذه هي الاولى وهذه هي الاخرى، ما نزيدش نعرف. هكا حبيبي حاولي كل هاتف، روحوا كلموا المجله. الو رضيا حكيم، حكيم شكون في قتاش؟ ماشي بخير. هاي ما داو هنا نمشي. هيا سحر نعاود نعيط لك. هيا سحر بقى على خير. واش مريم كيش راك تحسي روحك؟ راك خير من قبيله ولا كيف؟ شويه الحمد لله. الحمد لله ربي ما فيه غير الخير الحمد لله. ريح واش كاين واش صرا؟ لا لا غير خير. حاكم وين كنت؟ جيت نحبس عليك لقيت يماك مسكينه في حاله. يا خي مزيان جا خالك ديناها للسبيطار وهذا ونولينا.
انت يا سيدي وين رحت؟ كلمته في المجلة قالوا ما عرفوكش كامل وين مشيت. لا لا كان عندي تحقيق خارج المجلة كنت نعاون فيه فوزية. واش قالها الطبيب؟ الطبيب قال لك ما عندها حتى شي خطير بصح يلزمها ترتاح وتهلا في عمرها. اما لا يماك هاي هنا قدامك كلمها يرحم الله والديك كلمها. واش يما كيفاش راكي تحسي في روحك دوك؟ شويه يا وليدي الحمد لله. ريحتي؟ الحمد لله. شتي واش خالك طبيب؟ يما قولي لي واش تقولي له كان تروحي تجوزي مات مع خالي في حمام مريغه؟ يا وليدي ماذا بيا سقسيه لا خالك وافق. انا نوافق يا اخوان نوافق على الراس ولاي. راني نخمم شكون يعشيكم الليله. خالتي مريم ما تخميش انا ما خرجتش منها حتى نعشيهم ان شاء الله. يا حمر وجهك يا بنتي هي زين سعدك الله يعطيك ما تمني. الله يسلمك خالتي مريم. حكيم روح ولي لي ما عن وراهم. راني جاي. اسمح لي خالي. راح تفضل تفضل روح. خويا جعفر واش تقول له كنخطبها الطفله الحكيم؟ صونا تموت وعينها في الحب سمح تعقب لي طلق الاخرى اللي مليان. هيا دوكا شوفي التهي بها امرك وريحي ها والاخرى حاجه اخرى يجي بربي وقتها هاي ريحي. يتلقها لاباس؟ لاباس. قولي للمديره وهنا؟ ايه وهنا. ماهوش مقلق. علاش ما سحقيتي؟ عندي تحقيق تاعي هذاك حبيت نحبسو و عندي شويه مشاكل عائليه زعما يقبل لي؟ يقبل علاش ما يقبلش؟ دقيقه. شوف قول له سليمان. كاينه فوزيه حبت تشوفك. قول لها ادخل. شوف. ادخلي. الصفحه الاولى نحب الصوره نتاعها. صح. انا عمال. سيدالي. شتي دخان كيما قلت لك. والله العظيم لا نسيت تنساك الموت ان شاء الله. على كل حال من بعد كي نخرج نجيب لك الدخان. نتكل عليك ان شاء الله. ها راضيه وزكيك المدير. صح. نعم ابعتي لي ساميه. ماله ادخل. صباح الخير سيد المدير. صباح الخير تفضلي سامية. اذا راني شافي مليح كنت حابة تقومي بتحقيق حول البؤساء والمتشردين مازلتي عند رايك؟ اكيد لكن بشرط واحد لازم تكملي التحقيق نتاعك حول المرأة اللي بديتي فيه. موافقة سيد المدير غدوة إن شاء الله يكون فوق المكتب تاعك. ماذا بيا وتفضل لي هذا شريط تسجيل وفيه بعض المعلومات تاع زميلتك فوزية. طالع عليهم في قاعة التحرير. شكرا سيد المدير. مع السلامة. تفضل. واش حبيتي؟ جيت نشوف فاطمة زهرة. شكون فاطمة زهرة؟ فاطمة زهرة حبيبة صفية. وكيفاش حكيتي عندها؟ أنا صحفية جيت في مضرب فوزية. قولي لي كيفاش ما جبتي لها؟ واش حبيتني تجيب معايا؟ ما جبت لها والو. قولي لي لا راهي هنا ولا ما كانش.
قلت ما نضرش بابا؟ ما تقولش كان خير من هذا. لا لا عندك الحق، ما نضرش باب، بصح ما تنساش بلي كاين منادير اخرى شابات. واش ما تعرضنيش نقعد ولا راك تسنى في واحده اخرى؟ خساره عليك يا فوزيه، على بالك بلي كان عندي موعد معك. تفضلي قعدي. السلام عليكم. السلام عليكم. اتياتي اتياتي ما فيش مشكل. لا ايه ادخل. ايه انت لا قول عشية مالا عشية كما العادة. ايه العشية ان شاء الله مالا. مع السلامة. صح سامية جبيه والو والو احيت شوف يدك كيفاش والو هادي ضربة كيما هادي تقولي لي والو واش تلاكمتي مع محمد علي؟ هاك عارف التحقيق اللي راني قايمه به ماشي ساهل. واحد المتشرد البارح ضربني وطيحني في الارض وما سلكتني غير واحد المراه متشرده كيفو. علمتك ساميه وقلت لك هاد الشيء ماشي ساهل. ولا جاك التحقيق صعيب نكلف واحد اخر وخلاص مبالا. لا 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 الموضوع هذا انا اللي اخترته وماذا بيا نكمل نتحمل مسؤوليتي. واذا سمحتي للمدير نطلب منك حاجه واحده برك إذا كان ممكن ضيف لي واحد يوقف معايا. إذا ممكن إذا ممكن. وانتي راكي شايفة كاش واحد يعاونك ولا على خطر الزملاء تاعك كاملهم خدامين؟ نقول حكيم. حكيم كلميه إذا قبل ما كاش مشكل. صباح الخير عليكم. صباح الخير فريدة شكرا مع المدير. سامية برك رشيد الغنية تاع صاحبك جبتها؟ نسيتك وضع إن شاء الله نجيبها لك. اتعلى. اهلا سي حكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. راك جيت في الوقت المناسب. غير الخير. لا لا غير الخير. لا راك فارغ شغل وجد خدك يزرقوه لك كيما زرقوا لها خدها. واش بيك سميه غير الخير؟ دربوك والو ما خاطر العمل واحد المتشرد. دربوك وحبيتي تزيدي تديني معاك باش يدربوني؟ مانيش طالبه منك باش. انا ماشي تاع الدرب معايا برك هذا ما كان. حكيم سميه كملوا الحديث تاعكم برا. هيا نروحوا. قولي حكيم غدوة ان شاء الله تكون كملت التحقيق تاعك. ايه ممكن. حبي يقول اليوم ما تقدرش تكون معايا. والله ما نقدر عندي موعد مع واحد السيد راه يستنى فيا ودوك نروح نكلمو في الهاتف. ايه مش عليه انا درك عندي موعد مع واحد المتشرده ممكن تحكي لي حياتها في السجن. ردي بالك منهم حتى نساره معرين. لا لا على بالي كنت عارف هاد المراه تغير رايك عليها ضربه واحده. على كل حال انا وصيتك غدوة ان شاء الله حكيم. ان شاء الله. قولي لي ساميه ما عندك ما ديري من بعد نتلاقاو نشربوا قهوه العشية إن شاء الله. إن شاء الله. هيا بقي على خير. سلامة. صباح الخير سامية. صباح الخير. عندك بزاف ملي جيتي؟ واحد 20 دقيقة هكذاك. وفاطمة الزهراء هنا؟ ما كانش مازال ما شفتهاش من الصباح. السنين نطلع نشوفوا لاري في البراكة تاعها ونولي. خالتي فاطمة. خالتي فاطمة. شكون اللي رايح يوسع عليها؟ أنا. قولي لها الصحافي عندي موعد معها. إيه. عندها أربع أيام وهي تتسنى فيك. خلاص درك. خلاص صفية خلاص أنا جاية يا وليدي. يا. واش راك دير تما نتايا يا اخي قلت لك روح تشري يلا. رجعت يا وحده الهرابه ملي رحت ما بنتش يا وليدي. صباح الخير خالتي فاطمه. صباح الخير يا وليدي.
هاي اقعد وليدي. اسمحي لي ما جيتكش داك النهار. اسمح اسمح وليدي اسمح. الحكايه طويله. حكايه انا نحب الحكايه تحكيها لي. وش الحكايه هذه؟ ها راكي شافي على الصحفيه اللي كانت تجي معايا السفاجه هذيك؟ اي وانت حوستيها. رحت شفت المدير وقالت له بلي عندي مشاكل عائليه. سرحها وطل الملف لوحده صديقتي. وادي صديقتك وين راهي؟ راهي هنا دوك نجيبها لك تشوفيها ان شاء الله تعجبك. عيط لها. سامية سامية صباح الخير خالتي فاطمة زهرة. صباح الخير يا بنتي. شحالك؟ بخير يا عايشة الحمد لله. تعرف تخير ها؟ واسمك يا بنيتي وشحال في عمرك؟ اسمي سامية وفي عمري 21 سنة. 21 سنة. أنا حياتي حبست في 17 سنة. إيه 17 سنة. قولي أنت ربي مازال ما مهتم بالحكاية نتاعي؟ مهتم بها بكل اهتمام. إما لا فكرني وين حبسنا المرة الأخرى؟ كي مشيتي في السيارة مع مراد وربيعة؟ يدي هي حافظة الحكاية مر ها؟ درست الملف كله. سامية من زمان مطلعة على الملف وعلى بالها بالحكاية مليح مليح. مالا عجبتك القصة؟ عجبتني بزاف. إما لا نكملها لكم. عرضوني كي رحت معاهم ركبنا في السيارة ورحنا نحوسوا حبسنا على شط البحر. قديش تعرفي يا زوزو مش عني نسميك زوزو؟ أنا فرحان بزاف اللي راكي معايا اليوم. النهار اللي شفتك ولو ساعة ولو طريقة وانا نحلم بيك. قولي لي حاجة أعطيني حاجة إشارة ما تخافيش ما تخافيش. قولي شوي شتي تي خايف شوي بلا لا واش قلت بزاف عليك مراد فاطمة الزهراء هذا والو مازال خير القدام. كي تحبني هكذا وعلاش ما تخطبنيش مع البابا؟ شوفي باباك هو بابا انت شفتي كاش وحده تحب واحد بلا ما تعرفه ولا حابه تزوج بيه بلا ما تعرفه؟ انا تاني كنت قادر نتزوج في اوروبا بصح قلت لا خلينا من هاد الهضره احكي لي شويه على روحك باباك يماك خوتك كاع هادشي. حبيبي تعرفي عليا كلش. انا اسمي مراد نجاري في عمري 26 سنه والدي ماتوا هاد 4 سنين الله يرحمهم ويسعدهم. انا حاب نشري دار هنا ديك الساعه نجي نخطبك مع عند والديك واش قلتي؟ ها ما عندي معقول بصح لازم تهضر مع بابا ما يكون لا خاطرك لا
مالا فاطمة الزهراء ما تستعجل معايا انا ما تسمعش. شلون ظلامك يا مولد؟ حالك أين أنا؟ 22 حكي لي شوف ايش مدينها. عاونيني انت كيوها. خالتي فاطمة ندوك معنا للدار. ما عندكم اللي تديوها؟ وصلتوا لها؟ لا درنا له. خالتي فاطمة نديك الطبيب. نوضوا نوضوا روحوا خليوها في حالها. كثر خيرك وليدي. إذا بغيتوا تولوا غدوة ولوا. قعد مع صفية. هيا حكي اقعد اقعد ريح ريح عندي صوشي ريح. نعطيك واحد خالي. وانا خلاص الحمد لله فالي يا ربي. قل لي حكيم، واش درت في قضيتك انت وزوجتك؟ على بالي اسمح لي ما حقيش ندخل روحي كامل. لا لا يا خالي من حقك تدخل، واش حبيت نقول لك؟ القضيه هي انا سنى فيها تولي لجزائر وهي قالت لي ليا لاوروبا. وهذا على كل حال ماهوش حل، لازمكم تتفاهموا يا خويا. حط لكم في غرفه الماكله ولا في الخيامه؟ لا 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 تعشوا غير تماك في الخيامه. هاي صحة. قولي خالي يرحم والديك، وش حبيتني ندير؟ على بالي انت ما تنجبش تروح وتخلي يماك ويا زماتنا على الشيطان وتولي دارها، واش راهي تستنى هذه؟ واش راهي تستنى؟ شوف قولي وري لي حاجة واحدة اللي شابة وتخليها ترجع للبلاد. واش تقصد كلامك؟ ثقافة ولا؟ ماشي غير ثقافة يا خالي، كاين 100 حاجة وحاجة. على كل حال لازمكم تصيبوا الحل. يا تفهموا يا تفارقوا، خاطرش باش ما يصرالكمش كيما صرا لي انا مع خالتك. رانا في الله اكبر نار، رانا في الطلاق. بصح انت تانيت يا خالي شويه، روح ليها تكلم معها بالك يهديها ربي وتولي. يا في الحقيقه والله غير هذاك واش جا في بالي، راني نقول غدوه ان شاء الله روح شوفها في دار موليها. ان شاء الله خالي ربي ما في غير الخير. ان شاء الله ان شاء الله. نوض تعشى والعشاء راه وبرد. بسم الله. وانتي ما تعشاش معنا؟ لا لا نصلي المغرب ونجي. اي الله يقبل.
علاش ما جاش معاك؟ ها شتي هبجع بجع حكيم. صباح الخير عليكم. صباح الخير. ليه خليتها جات وحدها هكذا؟ ليه ما جبتهاش معك؟ خلاص ما زيدش نعاود. ها ما زيدش تخليها تجي وحدها؟ ريحتي من البارح شويه. الحمد لله شويه باش نكمل لكم. وين حبست البارح؟ انت اللي عندك ذاكره مليح. فكريني كي دختي في المرقص خالتي فاطمه. كي دخت في المرقص فطنت الصباح. فطنت الصباح لقيت روحي وحدي في البيت. الباب كانوا غالقين بالمفتاح. شنو العياط هذا؟ اش بيك تعيطي هكذا؟ ما كاش مراد فهمتي؟ زين نسمعك تعيطي تسقى منك غالية. يا أخي يا أخي.
خالتي فاطمه شويه حكيمه زاد عليها الحلوى. شدي انت ديها لداركم يا انا نديها لدار. خلي نديها انا للدار. هيا نوض عاوني غير بالعقل. هيا غير بالعقل برك غير بالعقل. راضيه حكيم قولي ليك شو واحد تحوس عليها؟ ايه شكون راهم كامل تما؟ لا لا ما نجمش نجي. لا عندي الناس. خلي غدوه ان شاء الله ونجيكم. ايه ان شاء الله. هيا بقي على خير. اوه هكذا راكي شابه. ها ماشي خير؟ ها جوز صح جوزي تفضل. درك وراني نشبه العباد. اي ما خفيفه صح. ها هيا قولي لي واش رايك في هذه الحطه؟ واش رايك في هذه الحطه؟ حتى ما شفتهاش ملي كان في عمري 17 سنه ما شفتش دار. ان شاء الله المعيشه اللي كنتي عايشتها ما تزيديش تعيشيها خلاص. ان شاء الله يا وليدي ان شاء الله. واش نطلب منكم السماحه وليداتي؟ تعبتكم معايا بزاف ولا غير تعبتكم؟ لا انت اللي تسمحي لنا خاطرش كان من حقنا هذا شحال من اللي جينا وخرجناك من البؤس اللي كنتي عايشه فيه. قولي لي واش حبيتي تشربي؟ نجيب لك اتاي ولا قهوه ولا عصير؟ واش تشربي خالتي فاطمه؟ يا وليدي جيب اللي تحب. اللي تحب وليدي. هاكي مليحه شويه. انت كيفاش راح تهربي عليا؟ جبتيني حتى انا وتروحي. تقعدي تباتي معايا نعود نحتاجك بنيتي. ان شاء الله خالتي فاطمه ما خليكش اليوم بات معاك. اقعدي معايا صحيتي بنيتي صدري. هيا تفضل. صحة حكي. يسلمك. انت خيرك ما ننساش. الله ما ننساش. الله يسلمك بلمزيه. إذا ما راكيش تعبانة نجمو نكملو؟ لا مش تعبانة وليدي مش تعبانة. مش تعبانة نكملو. نكملو نحكي لوليدي. الله تحبط. الله تحبط ما لقيتش من الرواية. نروح لدارنا. نروح لدارنا مش راح نقول لوليدي. جاتني حاجة واحدة برك في بالي. روحي ونتهنى. الحمد لله يا اخي مصيبة يا بسم الله الرحمن يا اخي مصيبة يا حيدك وعلاش ما قتلتيش؟ علاش قلت لك يا بنتي علاش علاش قلت لك علاش؟ راكي صغيرة وراكي شابة. نوضي يا بنتي نوضي ديك السبيطار نوضي نوري غير بالعقل 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 ركبنا في الطوموبيل رحت معاه داني عند مرته وولاده قعدت عندهم 3 أشهر 3 أشهر وانا قاعدة عندهم. بعد ما كبرت قرشي بدا همي يكبر باش ما نزيد لهم شم على هم. واحد الليلة هزيت حوايجي فتحت الباب خرجت وهملت. خالتي فاطمة يظهر اللي تقلقتي نحبسو دار. يا وليدي ما يقلقنيش خليني نخرج ونرتاح. هاكي خالتي فاطمة شربي شوية. Thank you.
وعلاش القصر هذا وعلاش؟ نعيدك هيا اضرب ما تعاود تشوف لي عليا بعد النكاره هيا اضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. خلتي فاطمه يدار لي تقلقتي نحبسو خير. ما تقلقتش يا وليدي خليني نهضر نصرح. هاكي خالتي فاطمه نصرح شربي وحكي غير بغردك. وكل حق 9 شهور قربت نولد خرجت محمس على مكان نولد فيه. غريبة ما كيش منا. ايه ما رانيش منا وانت واش دخلك؟ غطني الحالة اللي كي فيها والولد هذا ما عندوش باباه ما عندوش باباه انا باباه انا يماه ما عندك حتى واحد باش راكي عايشة كيما عايشين الناس كامل حسبك غير انا عايشة هكذا الدنيا راهي معمرك ناس بحالي واش راكي ناوية ديري؟ روح سبيطار ما ندورش في المستشفى يتقبلوك بلا كواغد علاش ما يقبلونيش؟ مانيش بنادم عشا ولله انا حبيت نديك لداري حتى يزيد المزيود هذا. انت علاش عليك هادشي كامل؟ وعلاش خلاص الرحمة من قلوب الناس؟ بصح انا ما عنديش دراهم نرجعهم لك صار عليك انا ما طلبت منك والو. نودي كراك هنا يلزمني نسميك بصح واش راح نسميك؟ هاك تشوف معايا هاك تسمع تشوف ماما ماما واش هاك تشوف؟ هادي هي راح تعيش معايا طول حياتك انا يماك انا باباك. ولا نقول لك باش ما تعيش حياتك كما عشتها يماك نسميك سعيد على اسم بابا عجبك سعيد. يا درا وين راك يا بابا؟ وش العزب تاعنا؟ ويضحك ها ماما بخير شباب وليدي ها شباب كنتي مساء الخير. مساء الخير. هذه هي دار ست مريم. نعم هنا دار ست مريم. لهنا اللي زاد عندكم صافي. علاش؟ كيفاش هذا وعلاش؟ لازم عليكم تخبروا المستشفى البلدية. أنا ما على باليش. كيفاش هذا ما على بالكش؟ شوفي أنا راني مبعوتة من الوزارة ولازم عليا الدوق ندي هذا الطفل باش نديروا له الوقاية الكاملة. خير ملي نعودوا في دار الشرع. أنا ما على باليش. جوز نديها جوز مساء الخير جيبيه ما تخافيش عطيه ما تخافيش انا معاها انا
هاي جيبي مدي ولي بسم الله بسم الله بسم الله العشية أنا رجع حولك بسم الله على بنتي يا يما صح يا يما يا يما تاعي الوقت تاعكم كان صعيب بزاف كان صعيب بزاف يا بنتي انتوما راكم عايشين في جنه فوق ارض جنه فوق ارض المراه تخدمها الراجل حريه تامه الحمد ربي بصح الجيل تاعنا مازال يعاني من هذه المغامرات والمراه عمرها ما كانت مهنيه المراه ما تكونش مهنيه مع واحد كيما حكيم ولد مربي ولد فاميليا وعاقل محترم ايه محترم محترم فوق اللازم خلي فاطمه قولي لي ساميه انا لاحظته مهتم بيك بزاف صح ولا ماشي صح ها وهذا الشيء ظهر لهذا الحد هذا الشيء شفته في عيني وشفته في عيني كثير ثاني صح هو مازال ما شاف والو شاف والو انا قلت لك تقول لد مربي ومحترم ولاود عنده مشاكل شكون هذا اللي عنده المشاكل كنت نحكي لها على وليدي انت هذا راه حي ولا ميت ولا قولي لي بصحتك خلي فاطمه راكي خير من اللي كنتي ريحت لا لا ريحت انا ريحت الحمد لله نجمو نواصلو نواصلو فكروني وين حبسنا المره حبستي كلمه مريضه دات الطفل وراحت خفيش ولا غير عديد لقيتيها رحت حتى المستشفى اللي رحت معاها ليه وحوس كامل على الممرضة العيبة ما قالوا لي ما عندنا حتى ممرضة عيبة كيفاش ما عندهمش هذا رحتي للشفى واحد يا يما يا يما لوليدي يا ناس وليدي انا شفتو لي كبتي وعلاش لا غالب كيفاش لا غالب انت اللي قلتي لي نديها لها وراه محوايجي في بيت صابون قول لي ما تخدمش معك وحده لداخل ممرضه رقيقه وعيبه حبيتي تقولي كعوانه ايه ما عندناش هنا في سيرفيس كاع يا خويا الله يسجيك تشوفي الداخل راني نقول لك ما كاش بالك ما رديتش بالك ولا في خاطري الله يسجيك خليني اني رايح انا باقي رانا نعرفوها السجن التشرد قولي لي يما العنوان تاع داركم مازال كشفي عليه كنا نسكنوا في 25 شارع الحريه سميع انا اسمحوا لي راح نقضي صالحه ونرجع ما تطولش حكيمه خالتي فاطمه واش تقولي كان نروحوا نشربوا قهوه هيا يلا Thank you.
هاكي شربي بصحتك خالتي فاطمة. النوم الفوق إن شاء الله نمكن لكم شربك غير الحاجة اللي حاب نشرب دي صحتك. كثر خيرك أبنيتي. الله يعطيك ما تتمني، الله يزين سعدك. عندي ما عدت خالتي فاطمة وعلاه ثلاث أيام هذو اللي فوتهم معكم يا بنتي لغرض الدنيا وما فيها. شوفي خالتي فاطمة المعيشة اللي عشتيها خلاص ديري خط عليها ونسيها إن شاء الله يا بنتي. اسمحي لي مساء الخير. هاي هنا ست مريم. لا لا ما كاش. وفي وقت جاي؟ جي غدوة إن شاء الله. مال أنا مانيش متحركة من هنا حتى نشوفها. قلت لك أنا ما نتحركش من هنا حتى نشوف ست مريم. هاكي تسمعي. يا وقت المريضة وين هاكي دخلها يا معرفش فيه؟ أنا راني قاعدة هنا حتى لي تجي. الشرطه يدوك يا سامي. مريم هي اللي تخاف الشرطه. ما لا دوك نروح نجيبهم لك وثاني معاهم. خالتي فاطمه قعدي دوك نجي. واش فيك يما؟ مسيه مكتبي. واش فيك يما؟ انت اللي سرقتي لي ابني في السبيطار. انا ما نعرفكش يما. والله العظيم غير انت ما نعرفك. وين درتي لي وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ يما واش بيك؟ انا ما نعرفكش. انت اللي ديتيه. يما انت اللي سرقتي لي ابني في السبيطار. مش فعليك خلاص يما كي غلطانه فيا. واش بيك؟ وين درتي لي وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ مانيش انا ما نعرفك لا انت لا وليدك. مانيش غلطانه قلت لك وليدي وين راح. انا ما نعرفكش يما. والله العظيم غير انت. ما مانيش هي اللي سرقت. مانيش انا. خالتي فاطمه واش كاين؟ هذه هي فهمني اللي قلت لك سرقتي ابني في السبيطار. هذه هي كي غلطانه فيا. والله العظيم غير هي. هي اللي دارت لي ابني في السبيطار. انا حكني انت لا وليدك. واش راكي ديري هناك؟ انا اللي خلفت ست مريم. حبسي خالتي فاطمه بلا كلمه. خالتي فاطمه بلا كلمه. واش بيا ورا وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ حبسي خالتي فاطمه بلا كلمه. خالتي فاطمه بلا كلمه. واش بيا ورا وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ مانيش انا اللي مخلوقه. ورا وليدي يا ما كي غلطانه فيا. واش بيك؟ اطلقني عليها. اخرجي اخرجي. اطلقني يا ما كي غلطانه فيا. واش بيك؟ ورا وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ مالا شوفي هاي اللي دارتك وليدك وهاو الولد. تاني تريني حاس بنفس الشيء. ولفتك يا وليد.
السلام عليكم. مرحبا بكم، زارتنا بركة. الله يسلمك. جينا سوسوة مع القهوة، ريحتها شميتها من برا. وكيفاه؟ هذه قهوة ريادو، قهوة الصف